وتحسبا للدخول الاجتماعي إذن 2022-2023 وضعت قيادته الدرك الوطني مخططا أمنيا وقائيا خاصا للمساهمة في إنجاح ومواكبة هذا الحدث، وذلك بالتنسيق مع السلطات المعنية، حيث سيتم وضع مختلف وحدات الدرك الوطني ضمن تشكيلات ثابتة ومتحركة متمثلة في دوريات ونقاط مراقبة لضمان الأمن والسكينة، وكذا إدارة السيولة المرورية على مستوى المحاور المؤدية من وإلى المؤسسات التربوية. تنفيذ المخطط الأمني الموضوع من طرف قيادة الدرك الوطني لمرافقة وإنجاح موسم الدراسي لسنة 2022-2023، كنا نحن أفراد فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بالجزائر حاضرين لعودة أبنائنا إلى مقاعد الدراسة، وذلك من خلال توعيتهم وتحسيسهم حول السلامة المرورية. نتمنى دخول موفق للتلاميذ للموسم الدراسي 2022-2023. الحمد لله اليوم التلاميذ تاعنا دخلوا فرحانين، وما زاد الفرحة تاعنا اليوم هو الدرك الوطني الذي قام بحملة تحسيسية لتوجيه وتوعية التلاميذ، خصوصا في ظل انه المدرسة تاعنا راهي جاية في موقع فيه طريق وطريق، وعلى بالنا التلاميذ كيفاش يكونوا. بالمناسبة نقول عودة ميمونة للتلاميذ، دخول موفق ان شاء الله.